ضروري بحال هاد الناس هادو خصهم خص يتم المتابعه ديالهم، ضروري هاد الناس هادو خصهم المحاسبه، لانه لو كان ما يتحاسبوش ناس اخرين غادي يتضروا. انا متاكد بلي ان بزاف ديال الناس فات عليهم نفس الشيء، بزاف ديال الناس كيتعلموا فيهم، بزاف ديال الناس كيمشيو للمستشفيات وكيجي وحدين ما عندهم لا شواهد ولا هم يحزنون، كيبقاو يتعلموا في عباد الله. بنادم مضرور جاي باش يتعالج باش يداوى، كيتم كيحسبوه بحال شي كره كيلعبوا فيه. السلام عليكم، تحيه للجميع، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا هو فيديو توعوي تحسيسي، ولكن في نفس الوقت هو مأساة حقيقية. هذه المأساة هذه هي اللي كنشوفوها في جميع المستشفيات العمومية. مين كنقول المستشفيات العمومية يعني كنهضر على واحد القطاع اللي هو مهم. حتى المغاربة كامل شنو كيقول، كيقولك الله يخلي لنا غير الصحة والسلامة، فيما معناه أن أهم حاجة اللي كيفكر فيها المواطن المغربي ولا الإنسان بشكل عام في مكان في شي مجتمع هو الصحة ديالو. الصحة قبل الفلوس، قبل الخدمة، قبل أي حاجة، قبل التعليم، قبل أي قطاع. ولكن للأسف الشديد كنشوفوا بلي أن هذه الصحة العمومية فيها بزاف ديال الحوايج اللي كطرح آلاف علامة الاستفهام، خاصة المستشفيات العمومية. ملي كتمشي تماك ما كتعاملش مع أطباء إلا من رحم ربي، كتعامل مع قزارة. يمكن اللي كيقزر في اللحم ماشي بحال الطبيب اللي كيعالج الناس في المستشفيات العمومية، كيتعاملوا معاك بواحد الدنيا، بواحد الاستعلاء، بواحد ما نعرفت شنو، وحوايج اخرين اللي غادي نقولها لكم طامة الكبرى اللي وقعت. هاد الصورة هذه اللي شفتوها في المينياتور ديال الخياطة ديال داك الجرح اللي وقع الاخ ديالي، الاخ ديالي على داك الاعتداء، هذيك الخياطه قلتكم بلي انه واحد الممرض هو اللي خيطو، وبلي ذاك الممرض هذاك ما يعرفش يخيط وكان دار فيه مجزره. هذاك السيد هذاك وما تعجبوش، لانكم انا عارف المخير في اللي غيتفرج في الفيديو ديجا شاف المجازر في المستشفيات العموميه، وبالتالي ما غاديش تجيه غريبه. هذاك السيد ما ممرض ما حتى حاجه، ما طبيب ما ممرض، هذاك الشخص ما مسجلش نهائيا حسب الناس اللي راهم يعني كاينين تماك. واحد الصديق ديالي تواصل معايا وداروا عليه كاع بيبليكاسيون بلي ان هذا الشخص هذاك ماشي ممرض وما كيلزمش الممرضين، وما عرفتش منين جا هذا السيد هذا. ما فهمتش هذا السيد هذا اللي خيط ديك الخياطة منين هو، كيفاش في مستشفى جهوي في وجده اللي هو مستشفى الفارابي كتلقى واحد الشخص ما عندوش الصفة وكيحادي في الناس، وراه ماشي في شي بلاصة، ماشي كيخيط اليد ولا كيخيط الرجل ولا كيخيط الراس من هاد الجهة ولا كيخيط شي بلاصة مدسوسة، كيخيط الوجه. نعم كيخيط الوجه، يعني كيخيط واحد المكان اللي هو حساس، خاصة بالنسبة لواحد الشخص اللي هو مقبل على مباريات ديال التوظيف في مناصب عليا، يعني واحد البلاصة اللي ما يمكنش ما خصكش اصلا تجتهد فيها. هاد السيد هذا ذاك النهار دخلت تراك كندخل كنشوف كنقول له عافاك الله يرحم الوالدين، شوف كي دير باي طريقة ريقل له الوجه بواحد الشكل اللي هو مزيان، كيقول لي خاطيك على حسابي. والمشكل والطامة الكبرى هو انه ما كانش بوحده، كانوا معاه بزاف ديال الناس اخرين، كانوا تماك شي 15 واحد ولا 12 واحد جالسين هكا كيتفرجوا فيه هو كيدير. انا صحاب لي شي واحد بروفيسيونال كيتفرجوا فيه دوك الممرضين الاخرين باش يتعلموا. دابا منين شفت هاد الشيء، يعني منين وصلوني هاد المعطيات، فهمت بلي ان دوك الناس اللي كانوا كيتفرجوا كانوا كيقولوا اوه نشوفوا كي غيدير يخرج هاد السيد هذا، يعني الا ما طبيب ما حتى شي حاجه، بغى يديباني زعما المستشفى حيت ما فيه لا طبيب لا حتى شي واحد. اصلا من المفروض داك النهار خص الكونسلتاسيون ولا خصك تفوت عند الطبيب، داك الطبيب هو اللي خيطك، ولا الا كان غيصيفطك عند شي واحد اخر هو غيصيفطك على يدو. تماك ما كان لا طبيب ولا هم يحزنون، يعني الميدسا ما كاينش، كاين غير الفرمليه. وكما قلت لكم هاد الشخص هذا اللي طوع انه يعني في اطار الاجتهاد زعما باش زعما هو يصاوب داك الخياطه ما عندوش الصفه،
اول سؤال، واش المستشفى ديال المستشفيات العموميه بحال السيبه، واش فيهم السيبه؟ واش هاد المستشفيات العموميه ما كاينش رقابه، ما كاينش مراقبه، ما كاينش لجان اداريه كتسهر على انها تشوف شكون اللي راه خدام شكون اللي راه ما راهش خدام؟ ماشي ضربا في كسميتو في الفرمليه ولا في الاطباء، احنا عارفين بانه يعني المهنه ديال الطب يعني من اعظم المهن، مهن اللي فيها الانسانيه، ولكن نهار اللي كتكون هذه المهنه هذه خاليه من الانسانيه استوب. غنعطيكم مثال، مشينا للمستشفى الجامعي في وجده، صفتونا من الرئاسه ديال الجامعه، مشينا تماك عند واحد الطبيبه واحد البروفيسوره. ايوا سيدي قالت لك شكون ديرو دابا؟ بصح ما عنديش الوقت حتى 22. في الاول كانت عطاتنا سميتو التاريخ حتى الشهر شهر 8، والتعامل ديالها يعني التعامل فيه الدنيا، كتعامل مع ما نعرف كاين شي اطباء اقسم بالله العلي العظيم الا ولاد الناس، وكاينين شي وحدين ماشي ولاد الناس وما فيهم لا تربيه، مانيش عارف كيقول لك لا راه كيتعودوا على القتل، كيتعودوا على هذا داير هذا الدم هذا مشات له رجل هذا صافي ما كتبقاش فيهم ذره ديال الرحمه. ولكن كنعرف اطباء اللي لا كيتعاملوا ولدي كذا شنو خصك كيزيد من عنده كذا، هذا هما الاطباء. واش اللي فيه شي معرض نفسي ولا ما نعرفش شنو يجي لهذه المهنه هذه دا الدبلوم وكذا صافي غيبقى يفرغوا في عباد الله؟ لا، ماشي السيبه في هذه البلاد هذه، هذه البلاد هذه فيها قوانين، ملي كنقولوا قوانين كتسري على الجميع، حنا عارفين كل واحد عنده نقابه ديالو كيزكي كذا كيضغط على الدوله كذا داكشي شغله، ولكن في علاقتك بالناس راه في علاقتك بالمرتفقين خصك تكون في المستوى المطلوب، خصك تكون انساني، ماشي تبقى تتعامل مع الناس بديك الحقاره. كيف يعقل واحد لافامي ديالي سبحان الله، المهم هاد مانيش عارف هاد الشهر هذا غير ديال المشاكل، داكشي علاش ما بقيتش كاع كنهضر بزاف في اليوتيوب. واحد لافامي ديالي حتى هو جاي درت معاه عمليه، خلاوه تما جالس، قالوا له لا انت راه عطوك غير الصورتي من لهيه ما عطوكش فين غتمشي، صفتوه من الحسني ديال الناظور غير هكاك، عطاو له غير الصورتي يعني عطاو له غير الورقه ديال الخروج من 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 الحسني، المستشفى الحسني في الناظور. جا الوجدة قالوا له انت راه عندك الورقه ديال الخروج، وبقى جالس تما. والسيد عنده سرطان وخصو يدير عمليه مستعجله، وخلاه تما في لي زيرجونس جلس نتايا وما كاينش اللي كيهضر معاه. واش هذه هي الدوله اللي بغينا؟ واش هذا هو العهد الجديد؟ واش هذه هي حقوق الانسان؟ واش هذا هو القطاع اللي قالوا لنا هاد الحكومه هذه قالت لك لا غادي نسمحوا في ارتفاع الاسعار، نسمحوا في كسميتو في الوضع الوضعيه المعيشيه ديال المواطنين، ونستثمروا في التعليم والصحه. عقلتوا المهاجرين شنو قال لهم؟ قال لهم المهاجر هاد الهضره هذه ديال التعليم والصحه راه ديما كتقال، ولكن على ارض الواقع ما كيدير حتى شي حاجه. وجراو عليه حسموا معاه المهم جراو عليه من اللجنه ديال سميتو ديال النجله النيابيه، جراو عليه من الحزب الاسرى والمعاصره حيت قال كلمه حق، واليوم كنسقطوا في هذا الشيء، ما كاين لا صحه ولا هم يحزنون. هاد الناس هادو كيدفعوك باش تمشي للبريفي، كيدفعوك باش تمشي تخلص الفلوس، كيدفعوك باش تمشي المصحه كذا وتخلص. وتما داك نفس الطبيب اللي راه هنا في المستشفى العمومي كتلقى ليه كيتعامل معاك يا ولدي كذا شنو خصك، نفس الطبيبه نفس البروفيسور هنا وجه ولهيه وجه، لهيه موجود فوق ما بغيتو، هنايا لا غير بلاتي عليه نشرب قهوه وكذا، الناس كتموت. فهاد الشيء اللي كيوقع ماشي معقول. هذاك السيد هذاك راه غادي نتابعوه قضائيا، ماشي حنايا، انا ما بغينا حتى شي واحد يمشي للسجن ولا كذا، ولكن ضروري بحال هاد الناس هادو خصهم يتم المتابعه ديالهم، ضروري هاد الناس هادو خصهم المحاسبه، لانه لو كان ما يتحاسبوش ناس اخرين غادي يضروا. انا متاكد بلي ان بزاف ديال الناس فات عليهم نفس الشيء، بزاف ديال الناس كيتعلموا فيهم، بزاف ديال الناس كيمشيو للمستشفيات وكيجي وحدين ما عندهم لا شواهد ولا هم يحزنون، كيبقاو يتعلموا في عباد الله. بنادم مضرور جاي باش يتعالج باش يداوى، كيتم كيحسبوه بحال شي كره كيلعبوا فيه.
مهم. تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.